دلوقتي بنشوف احد طرق التعبد بتاعتهم. هما جايبين رز وجوزة الهند وبعض البقوليات اللي عندهم. Is it wedding? آه واو، ده عبارة عن زواج والعريس والعروسة. هنا ده زواجهم. العريس والعروسة وقت بيعملوا بعض المراسم الدينية. الكليات بيقعدوا على البقوليات دي كنوع من التبرك. معازيم موجودين هنا وكل واحد محضر حاجاته معاه، جوزة الهند والموز وبعض البقوليات. وده احد رؤساء المعبد بيحضر لهم دلوقتي طريقة الزواج بتاعتهم، حفلة الزواج دي. أحد الحاجات اللي هما بيجيبوها معاهم الخضروات وجوزة الهند والموز. الحريم راح الناحية التانية والرجالة الناحية دي زي ما احنا شايفين كده. نختم.